خليني اخش معاكي كده في البدايه. اول حاجه بنقولها لو احنا الحمد لله صحيا بخير، احنا الحمد لله رب العالمين، رحنا عملنا تحاليل او رحنا للدكتور والدكتور قال له هو ما عندوش اي حاجه، فقط نمط الحياه الغلط هو السبب في السمنه اللي عنده، فمحتاجين ان احنا نعمل نظام غذائي، ومع النظام الغذائي نمشي على شويه نصايح وتوجيهات. انا دلوقتي هقول لك على مجموعه من النصايح مفعولها مفعول السحر في العلاج. يعني مثلا الكشوفات اللي مثلا بقابلها بشكل مثلا يومي في العيادات عندنا بشكل مستمر، بقول لهم يا جماعة الحاجات دي مفعولها مش مفعول السحر، في ناس بتنزل فقط بهذه الأشياء اللي أنا هقول لك عليها. أول نصيحة بقولها بنقول يا جماعة 70% من الجسم بتاعنا مية، المفترض الشخص اللي يخس المفروض هو اللي يسمع الكلام ده بودنه. أه طبعًا مهم جدًا أنت تسمعيه بحيث إن أنت توصله له، بس بيبقى صعب شوية، ما بياخده من الطبيب بيبقى مختلف شوية، ما بياخده من الأهل. دايمًا الشخص اللي بيبقى معاه نعمة كبيرة كل يوم، هي النعمة دي موجودة معاه ما بيحسش بقيمتها حتى ما بيجي يتكلم معايا يعني، فبيبقى في صعوبه شويه في ايصال المعلومه بخلاف لما بياخد المعلومه دي من شخص غريب يعني. لكن خلينا نقول ان اول نصيحه بنقولها 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 63% من الجلد والبشره بتاعتنا ميه. نقدر نقول ان الميه هي الوسيله الاساسيه اللي بتنقل لنا جميع العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم، فلو ما فيش كميات ميه كافيه هيبقى في ضعف في الحرق وضعف في التمثيل الغذائي. نقول المية يعني الحياة كلها، يكفي أن الله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء كل حي، شيء حي، يعني الخلايا بتاعتنا لا تستطيع أن تكون حية في عدم وجود الماء. احنا بنشرب مية قد ايه يا جماعة؟ احنا ما بنشربش مية خالص. وتيجي تبص على الناس بتشرب كام كوباية مية في اليوم، يقول لك انا بشرب كتير جدا. بتشرب يعني كام كوباية؟ قول لي يعني، قول لي، يقول لك كوباية ولا كوبايتين ولا ثلاثة. اقصى حاجة بسمعها والله بشرب 3 كوبايات في اليوم، ويبقى مبسوط وفخور كده ان هو خلينا اجيب مرزبة وانزل على دماغك يعني. فاحنا مثلا وليكن بنتكلم عن شرب الميه، المفترض ان انا بقسم وزني على 8، يعني انا مثلا لو انا وزني 80 كيلو بقسم وزني على 8 يطلع عدد الكوبايات اللي انا المفروض اشربها يوميا. يعني انا مثلا لو انا من 80 على 8 هيطلع 10 زي ما انت قلتي كده بالظبط، ال 10 دول يبقى المفروض ما اقلش عنهم يوميا لو انا وزني 80، لو انا وزني 100 يبقى 100 على 8، الناتج اللي هيطلع مثلا 12 كوبايه، يعني عدد الكوبايات اللي يطلع ده المفروض اشربه يوميا. طب يا دكتور احمد حجم الكوبايه قد ايه؟ حجم الكوبايه 250 مللي. فانا بقول مثلا لو انت المفترض هتشرب 12 كوبايه ميه في اليوم، يبقى 12 يعني 3 لتر ميه يوميا المفروض نشربهم يوميا لو احنا عايزين نخس. يبقى لو عايزين نخس اول نصيحه ايه؟ شرب الميه. لكن هناك طريقه لشرب الميه اذا عشان نخس بفاعليه، هناك طريقه لشرب الميه لو عايزين نخس بفاعليه. رحت فين يا ام يوسف كده انت؟ ام يوسف عماله اتكلم معاك انا. الميه وصلنا للميه، اهم حاجه الميه. اه بس هناك طريقه لشرب الميه لو عايزين نخس، ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره. شرب الميه يكون قبل الوجبه بنص ساعه او بعد الوجبه ب 40 دقيقه حد ادنى، تمام؟ ده طول ما هو بياكل بيشرب. هيزود له وزن، ده هيزود له وزن، هيزود حجم الاوعيه بتاعته، فتوصل كميات كبيره جدا للخلايا ويحصل تخزين للدهون في الجسم. فانا بتكلم لو احنا عايزين نخس يبقى ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره، شرب الميه قبل الوجبه بنص ساعه او بعد الوجبه ب 40 دقيقه، دي اهم نصيحه في التخسيس. يبقى قول عرفنا الميه. تاني نصيحه بنقولها بشكل قوي جدا، بيقولوا يا جماعه ممنوع الوقوف المفاجئ او القعود المفاجئ، ما ينفعش ان انا اكون لسه صاحي من النوم باي حال من الاحوال ان انا اقوم مره واحده جري، لان انا عندي شغل، لان انا اي مزنوق، لان انا مش عارف ايه، كل هذه الاشياء اصلا ان انت نايم مزنوق ديت اصلا مشكله، ان انت اصلا ممكن يكون نايم وانت اصلا مزنوق وانت مش واخد بالك. عشان كده بنقول يا جماعه اهم نصيحه في التخسيس ان احنا قبل ما ننام نخش الحمام. مهم جدا جدا جدا، عشان ممكن يحدث حبس للميه في الجسم، حبس الميه في الجسم ده يعمل لنا يزود لنا الاملاح، ذره واحده من الملح بتحبس لنا 3 ذرات ميه، فنلاقي نفسنا عندنا زياده مائيه جوه الجسم وعندنا زياده في للميه في الجسم، فيحدث عندنا زياده في الوزن. فبنقول يا جماعه نخش الحمام قبل ما ننام. ثالث نصيحه بقى، دي نصيحه مهمه برضو يعني، نصيحه في غايه الاهميه. والنصيحه الثالثه، احنا قلنا 3 نصايح اصلا، قلنا دي نصيحه ان احنا نخش الحمام، والنصيحه اللي بعدها ممنوع الوقوف المفاجئ او العود المفاجئ. ما ينفعش مثلا انا الدكتور احمد قاعد بقى لي فتره هنا مثلا وليكن لمده نص ساعه او لمده ساعه او لمده ساعتين او شيء من هذا القبيل، ما ينفعش مره واحده اروح قايم جري وبعد كده اروح طالع جري، لا، اقوم اقف شويه على اقف شويه ربع دقيقه 25 ثانيه ابدا اتحرك حركه خفيفه، بعد كده ابدا ازود الحركه واحده في الثانيه لحد
لحد ما تزيد الحركة بتاعتي، لأن التغيير المفاجئ في الحركة يعمل يعني يعمل إن الدم ما يوصلش مثلا للبطن بشكل كافي، فيعمل ترسيب للدهون في منطقة البطن، الدم ما يوصلش مثلا لمنطقة معينة بشكل كافي فيحصل ترسيب للدهون في المنطقة اللي ما يوصلش ليها الدم، كنتيجة إيه؟ للتغيير المفاجئ، الأوم المفاجئ والوعود المفاجئ. لا نقعد ما نيجي ما نكون مثلا قاعدين بقالنا فترة طويلة، نقوم التسخين شوية، عشان كده بنقول للرياضيين لازم يبقى في تسخين قبل التمرين ويبقى في تبريد بعد التمرين، كذلك برضو في الحركة بتاعتنا اليومية العادية، مش عايزينها تبقى كلها حركات مفاجئة كنتيجة انا فكرت في حاجة، اه لا الحاجة موجودة، الحلة موجودة، تتحرق دلوقتي اروح. يعني الام فجأة ده مشكلة، دي بيعمل لنا مشاكل صحية كتيرة جدا، فبرضو نقط كتير جدا ناس كتير جدا ما تاخدش بالها منها. يبقى من نوع الوقوف المفاجئ او العود المفاجئ، نخش الحمام قبل ما ننام، شرب المياه، برضو بنتكلم المواعيد الثابته للوجبات بتساوي حرق سريع، يعني كل يوم ناخد وجبه الفطار بنفس الوقت علشان حرق سريع في الجسم، يبقى في مواعيد ثابته للوجبات، ميعاد الفطار في نفس الوقت، ميعاد الغداء في نفس الوقت، لان احنا ما بناخدش مواعيد ثابته الجسم بيحس بحاله من الحرمان، اما الجسم بيحس بالحرمان بتبقى دافعه قويه جدا ليه ان هو يبدا يرقم دهون، لان هو عانى في وقت معين، حس في وقت معين كان في حرمان، كنتيجة لهذا الحرمان اللي كان موجود عندنا. الجسم مش غبي، ده احنا جسمنا ده ربنا خلقه لنا اذكى جسم في العالم، شغال كده بدون ما يستأذننا، شغال 24 ساعة علشان يعني علشان ما احنا مثلا وليكن، فاحنا نتعامل معاه بذكاء شوية، ما نحرمهوش، لان الحرمان ده هيجي علينا بصحتنا وهنزيد في الوزن، فممنوع الحرمان. النقطة اللي بعد كده، برضو لو احنا عايزين نخس، يعني احاول قدر الامكان، نحاول قدر الامكان نقول ايه، عايز اشوف لك اي حاجه، عايز اقول لك اي حاجه، ممنوع الاكل بالليل، وانا عندي بياكل بالليل. والله لو عندك بياكل بالليل ممكن نستعين ببعض الادويه بناء، يعني ممكن تساعدنا في هذا الامر. ادويه حرق يعني؟ لا بلاش، بص مش هقول لك ادويه كيماويه، الادويه الكيماويه ديت ممكن في حاجات كتيره منها معترف، بس على حسب يعني هو بياكل ايه بالظبط بنحدد ليه النوع الافضل ليه، لكن مش دي قصتنا. ممكن نقول لك حاجه مثلا عامه، اللي هو الكشور السيليوم او بذور القطونه، ممكن تتجاب من عند العطار او تتجاب من الصيدليه باسم اللي بيسيليوم هاسك، دي بتتجاب بتتاخد مثلا قبل، مثلا لو خدت ربع معلقه مثلا قبل الاكل بربع ساعه ولا حاجه على كوبايه ميه، هتلاقي نفسك اصلا هي بتخش بتتمدد من 10 ل 15 مره في حجم المعده بتاعتنا، فتعمل زي بالونه كده جوه المعده، فالبالونه اللي موجوده فتفرش جوه، فتلقائيا ناكل كميات اكل قليله ونشبع بسرعه. بذور القطونه، بذور القطونه موجوده عند العطارين، او نجيبها باسم كشور السيليا موجوده في الصيدليه، او باسم البسيليوم هاس في الصيدليات يعني. بذور السيليوم او قشور السيليوم، او يعني لا اسماء كتيره بقى، بذور الكتونه يعني، اي كلمه اسم. مش دي برضو ممكن نستخدمها كعامل مساعد لينا، مفيش اي مشكله خالص، حاجه طبيعيه ومفيش اي اثار جانبيه منها. لو احنا عايزين برضو نخس، عايزين نزود من الحمضيات في الاكل بتاعنا، يعني نزود من البروتينات ونزود من الحمضيات، نزود من البروتينات علشان ناخد مثلا البروتينات علشان نزود كتله عضليه محتاجين بروتينات، وعلشان نساعد ان الكتله ونساعد على امتصاص البروتينات بشكل كويس محتاجين فيتامين سي، فيتامين سي موجود في الحمضيات. يبقى شوفي بديك انت، انا لاول مره بكشف حاجات ما حدش يعرفها في العياده الا في العياده داخل العياده، الحاجات اللي مش بنقولها بدانا نقولها حاجات مهمه بقى اهو، اي خدمه مش حابينكم من اي حاجه، بنديكم معلومات يعني عانينا وقعدنا فترات طويله في 7 سنين اعمل، سبع سنين اعمل كطبيب تغذيه وبكشف لك اسرار اهو، اي خدمه ربنا يجزيك خير. الله يبارك فيك. فالبروتينات طبعا السمك واللحم افضل نوع بروتينات علشان التخسيس، بنقول الاسماك والبيض. لو احنا مثلا عايزين نستعين بالسمك والبيض، يعتبر من افضل الحاجات اللي احنا ممكن تساعدنا في التخسيس بشكل فعال. الاسماك بقى بجميع انواعها، التونه والماكريل والبلطي وسمك القد ايضا من ضمن الحاجات اللي ممكن نستعين بيها. هذه الاسماك ممكن ندخلها في النظام الغذائي بحيث ان احنا حاجات تبقى سهله في الهضم، وايضا تسرع من عمليه الحرق كنتيجه فيها برضو الدهون الصحيه اللي بتسيح لنا الدهون الضاره. الاسماك فيها حاجه دهون اسمها هذه الدهون، او هذه الدهون بنقول عليها الدهون الصحيه، الاوميجا 3. تمام، الاوميجا 3 دي هتساعد ان احنا نتخلص من الدهون الضاره اللي موجوده جوه جسمنا. فنتخلص ازاي؟ من ندخل اسماك في النظام الغذائي بتاعنا ونخليه مثلا في وجبه الغداء.
فوجبه الفطار بتاعتنا مثلا افضل زي ما قلنا كده البروتينات الجميله اللي احنا ممكن ناخدها من البيض، وممكن مثلا او الجبنه طبعا، او ايا كانت البروتينات اللي موجوده عندنا مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. لكن زي ما بنقول كميات اكله قليله، لكن بدل ما بناكل 3 وجبات في اليوم او وجبتين في اليوم نخليهم 6 وجبات او 5 وجبات في اليوم بمعدل كل 3 ساعات. لو قدرنا نثبت كل 3 ساعات ناكل وجبه صغيره، مثلا وجبه الفطار بناخدها، بعد 3 ساعات بناخد لنا ثمره فاكهه، بعد 3 ساعات بناخد وجبه الغداء، بعد 3 ساعات بناخد لنا شويه مكسرات، بعد 3 ساعات ناخد لنا وجبه العشاء، وهكذا. كده يبقى خدنا 6 وجبات او 5 وجبات يوميا، هنسرع من عمليه الحرق بشكل مضاعف. لو حد رياضي بيجي لي اللي بيعمل له 6 وجبات، ليه 6 وجبات؟ ممكن اعمل له 7 كمان، كل ساعتين ممكن نعمل وجبه. ليه؟ عشان نرفع من معدلات الحرق والتمثيل الغذائي داخل الجسم. كل هذه الاشياء اشياء بسيطه لكن مفعولها مفعول السحر في العلاج.